ذوي الاصول الصحراويه، وكنلاحظ واحد الازدهار كبير في جميع المدن ديال الجنوب وخاصه مدينه الداخله، من ناحيه العمره، من ناحيه نقاوه المدينه، الساكنه عايشه مرتاحه، كتمتع بحق الانسان ظاهرة العيان، واللي جا شي زائر كيحس بذلك بان الناس مرتاحين، وهذا ما كنتمناو ان شاء الله تعالى في المناطق الجنوبيه كلها. بالنسبه للمستوى ديال المغرب على الصعيد العالمي فهو معروف بحقوق الانسان والسلم والسلام، ويظهر ذلك من خلال القرار الاممي الاخير 2602، وهو انتصار المملكه المغربيه من خلال الدبلوماسيه الرسميه على راسها صاحب الجلاله نصره الله، وذلك تحقق من خلال مجموعه ديال القنصليات ومجموعه ديال الناس المسؤولين ديال الدول العظمى زاروا المغرب وكيشكروه وكينوهوا بحقوق الانسان اللي كتحقق في المملكه، وذلك كله راجع الى الدبلوماسيه الناجحه. اما بالنسبه للاخوه في الجزائر فهذا من العار عليهم ان يستمروا في هذا النزاع بدعمه الى اطول مده. اما بالنسبه لاخواننا في تندوف فهم ابناء عموماتنا، وننتظر منهم الرجوع الى البلد الام، وهم مرحب بهم ولا يخصهم لا خير، كله موجود في المملكه ان شاء الله تعالى، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. هي صراحه لان الدخله تبارك الله يعني زادت، يعني كما توسعت بتوسيع بالقنصليات توسعت بالمشاريع بالفندقه تبارك الله بالنسبه للساحه الخضراء، لان الحمد لله الدخله تطورات، وحنا كنتمنى والله سبحانه وتعالى يعفو علينا من هذا الوباء، يا ربي يرحم موتنا، ويا ربي احفظ لنا صاحب الجلاله والاسره العلويه، ويرحم خوتنا اللي ماتوا في طريق المالي اللي هما كنتمنوا عند الله سبحانه وتعالى. انا بصفتي صراحه مراه مغربيه وقمت برحله الى القرقيرات، ان شاء الله غادي نقوم بها باش ندير غرسات يبقاو الذكرى ترحم على الاخوان اللي ماتوا في كوفيد 19 واللي ماتوا في طريق مالي. وكنعطي تحيه الى الجيش المغربي والى الامن الوطني والى الدرك الملكي وإلى صاحب الجلالة وإلى الأسرة العلوية وإلى إخوانا أخواتنا داخل الوطن وخارج الوطن، وتنقول لهم الصحراء مغربية وغتبقى دائما مغربية. أنا في الداخلة دابا 20 عام، وأنا شي 25 عام وأنا في الداخلة. كاين الجمال في مدينة الداخلة، والداخلة هي أحسن كاع، الداخلة اللي أحسن كاع من المدن كنا هي الداخلة، وصافي الداخلة هي اللي أحسن في البحر بكل شيء. بيزرع على حساب البحر وحساب داك الشيء الصيد البحري وعلى حساب الجو ديالها وعلى حساب البحر وعلى حساب كل شيء. حتى الليل هو اللي كيخرجوا فيها وكيمشيو للسبت والحد للبحر والكارانت الفمبير داك الشيء كيمشيو يدوروا فيها، والليل كيخرجوا كيدوروا هنايا الصحراويين.